شورتس تطبيق جديد من يوتيوب يختص فقط بمقاطع الفيديو القصيرة لمنافسة تطبيق تيك توك الذي بدأ يسحب البساطة من عملاقة الفيديو العالمية. يوتيوب التي كانت تمثل الوجهة الأولى لمحبي صناعة مقاطع الفيديو ورفعها على الإنترنت تغير صور بعد ظهور تيك توك، الأمر الذي دفع بها إلى التنافس المباشر من خلال إنشاء وتطوير التطبيق الجديد الذي سيتيح الاستفادة من الأغاني والموسيقى المرخصة التي لدى يوتيوب ميوزك، ويمكن استخدام تلك الأغاني داخل مقاطع الفيديو القصيرة وسطها شورتس. يأتي ذلك في وقت حقق تيك توك نمواً كبيراً وصل إلى 125% خلال العامين الماضيين وفقاً لتقارير إعلامية في يناير الماضي، وأصبح يملك مئات الملايين من المستخدمين حول العالم. وأشارت تقارير أخرى إلى أن عدد تنزيلات تطبيق تيك توك من متجري أبل وجوجل ناهز 842 مليوناً خلال الأشهر 12 الماضية، حيث يشكل ذلك زيادة بنسبة 15% كل عام.